أثناء الحاجات المشهورة زي الشفة الأنابيب وسقف الحياة، طبعا اللحامات الدموية بيتم التدخل معها برضو بسرعة، سواء عن طريق العلاج أو عن طريق الليزر، وبعد ولو هي بقى بتأثر على وظيفة لازم يبقى فيه تدخل. يعني ممكن اللحمة اللي تطلع ألوان مختلفة، فيه بتشوف لون أسود، فيه لون أحمر لون الدم، وفيه بيبقى لون اللي هو اللون البنفسج، هل في اختلاف ما بين كل واحدة والتدخل الجراح بيتم ازاي؟ طبعا اللحامات دي بشكل عام فيها لحامات ملونة وفيها لحامات دموية. اللحامات الملونة الصبغية بتبقى نتيجة زيادة الميلانين، نتيجة زيادة الخلايا الصبغة في الجلد، وده عادة ما بيبقاش فيه قلق منها او سرعة في طبعا نسبة كبيرة، ودي منتشرة ما بيتعملش اي حاجة يعني، بس الا اذا بدأ يحصل تغير فيها فيما بعد بما يوحد حدوث اورام. الجزء الاكبر بقى اللي هو لو احتاج لعلاج بيبقى علاج الليزر بشكل اساسي مش الجراحة. اللحامات الدموية بقى لو هي مش متصلة بشريان او بوريد بيتم التعامل معها بداية بالملاحظة، وممكن برضو بعض الادوية زي الاندرال وانواع معينة من الليزر وخصوصا للوحامات المسطحة مش البارزة. لو بقى بدأت تأثر على وظيفة ده بيستدعي تدخل سريع، يعني لو هي مثلا وحمة دموية في اللسان او في سقف الحلق وبتقفل النفس، لا ده لازم يتم التدخل بشكل سريع. لو وحمة دموية في الجفون وبتغطي الجفن فالعين مش بتبصر، وهي العين لازم تبصر في المرحلة الاولى لانها لو ما ابصرتش مش هتبصر وبعد كده حتى لو اتشالت، فده من الحاجات اللي بتستدعي تدخل سريع لو هي بتأثر على الوظيفة. دكتور برضو بنسمع عن الوحمات اللي بتتولد مع بعض الاطفال وبتروح لوحدها، يعني يقولوا دي كانت زنقه ولاده، او الطفل كان عنده مشكله وهو في بطن مامته بعد ما اتولد بعد سنه او سنتين هتروح لوحدها، هل ده برضه مظبوط؟ هو بعض الاطفال طبعا بيتولد باختلاف بظهور علامات ورديه في الوجه، طبعا دي احنا ودي بتختفي لوحدها بيسموها انجل كيس وقبله الملائكه، دي بتختفي بشكل اساسي لوحدها. لكن احنا لو بنتكلم عن اللحامات الدمويه اللي هي ممكن الطفل يتولد بيها او تظهر في خلال الاسابيع الاولى بعد الولاده، طبعا جزء كبير منها بيختفي مع الوقت يعني، وبيتحسن في خلال 5 سنين لـ7 سنين بيختفي او بيتم استبداله بانسجه اللي فيها دهنيه بسيطه يتم التعامل معها بسهوله. يعني معظم الاطفال يا دكتور بنشوف عندهم اللي هي اللحامات اللي بنسمع عليها بتروح بعد شويه مع الوقت، دايما في نهايه الراس والتقائها مع منطقه الرقبه، عندهم في بعض الاطفال عندهم في النقطه دي لون مش طبيعي شويه زي لون الجدن واخد اللون الاحمر شويه، او في مقدمه الجمجمه برضو زي ما سيادتك قلت كده، ده بنسمع ان هو بيبقى نتيجه بعض الضغطات اللي الطفل بيحصل له هو في بطن مامته، في ضغط معين حصل له في المنطقه دي فحصل حاجه زي كده، لكن مع الوقت بتروح. لكن الام برضه والاسره بتبقى قلقانه، وانت عارف طبعا ان هم عاوزين ابنهم يبقى في اكمل صوره يعني. هو دايما في الزياره الاولى للطفل اللي بيشكو من الاسره بتشكو من وجود وحمه دمويه، طبعا طمأنة الاسره ان الوحمه الدمويه دي شيء مش مزعج، بيبقى لنا بس بعض التخوفات البسيطه لو هي متعدده، يعني لو في على الجلد وحمات دمويه متعدده ده بيدي احتمال ان هو ممكن يبقى في الاعضاء الداخليه مثلا في اغشيه المخ او في الكبد، فبنطمن ان ما فيش وحمات دمويه، لان الوحمات الدمويه الداخليه في الجسم هي اللي ممكن تسبب مشاكل وظيفيه. لو استبعدنا النقطه دي بخلال الفحوصات الثانيه بنطمنهم ان دي مشاكل عاده حميده، لو هم مستعجلين ممكن نبتدي انواع معينه من العلاج تمام، لكن في العاده الحاجات دي مع الوقت هي بتبقى بس في مرحله نمو سريعه اللي هي السنه الاولى من عمر الطفل، وبعد كده بيبتدي النمو يتباطأ بتاع الوحم الدموي، جزء كبير منهم بيختفي بشكل شبه كامل، فما بيبقاش في استعجال في العلاج لو ما فيش فعلا تأثير على الوظيفه او تخوف زي تعدد الوحمات الدمويه.